أعزائي المشاهدين، شفتوا ويانا اليوم حلقة مميزة إن شاء الله في برنامج بين الناس. فقط أنا أريد أنوه على شيء يا أخوان، أنه لا يعني نسمع الكلام والوشايات من هذا وذاك، وإنما نتحقق بنفسنا. اليوم يعني من شاهدنا كثير من الأمور بسياقات الدوائر أنه غير ما نسمعه. يعني اليوم أنا مثلا أروح إلى دائرة معينة ما تم تحقيق اللي أريده، راح أتكلم كلام مو زين على هذه الدائرة. أخوان، إحنا الآن نريد في هذه المرحلة نتعاون في سبيل أن نبني محافظة ونبني عراق ونبني إنسانية. وإحنا اليوم دائما نقول خل يعني نكون ناخذ بالنا من هذه الناس الفقراء المساكين اللي تحتاجنا. اليوم مع ارتفاع المواد أكو صاروا كثير من الفقراء، مع ارتفاع المواد صارت كثير عوائل محتاجة. فإن شاء الله من خلال شاشتنا نبدي نتعاون حتى ننتقل إلى بر الأمان. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله من خلال الشاشة نكون متعاونين سوية من خلال أرقامنا، وأيضا راح تكون وحيكون البرنامج على إذاعة صلاح الدين وعلى السوشيال ميديا وعلى التليجرام وكل وسائل التواصل الاجتماعي. بالأخير شكر موصول لزملائي أحمد هيثم وأثير العبيدي، وتحيات المخرج محمد الدوري. ألتقيكم في حلقة جديدة من بين الناس، تقبلوا تحياتي وليد المدني، استودعكم الله وإلى اللقاء.